تعمل دور استدعيم للجسم تفهم فعلا نقطتين تتعلق بالحدائق العجيبه في بوكناري. النقطه الثانيه الموافقه على البرنامج التعديلي رقم 1 الخميس عمل السلام وجماعه موانكم. شكرا. دكتور نور الدين الرزرق رئيس مجلس عمالة سالة، عقد مجلس عمالة سالة اليوم دورة استثنائية اللي كنجدوا العمل يتضمن نقطتين. النقطة الأولى ذات أهمية لأنه هي اتفاقية مع مؤسسة محمد السادس للبيئة لتدبير الحدائق العجيبة جاردين اكزوتيك، ووضعنا رهن إشارة المؤسسة قطعتين أرضيتين لمشاريع أخرى إن شاء الله. والنقطة الثانية هي كانت اتفاقية مع مدينة موانكو في إطار برنامج فاكدي اللي كان عندنا فيه البرنامج ديال النفقات، هو غنشتري نقتني دوك الأدوية وباش نقوموا بذاك الحملة، وكما على الأسف لقينا صعوبة باش نشريو من هنا، فقررنا أنه نحولوا الغلاف المالي إلى مدينة موانكو اللي غتكلف هي بشراء، وانتهت الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية نصره الله جلالة الملك محمد السادس. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.